دلوقتي هنروح موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استشهد 3 فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدد الشهداء منذ بداية التصعيد الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 33 شهيدا، بينهم 3 أطفال و6 سيدات، بإضافة إلى 111 إصابة. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز إلى قطاع غزة، ما ينذر بنفاذ المخزون المتوفر من المواد الغذائية والمواد الطبية ومشتقات النفط. أكد الجيش السوداني استقرار الوضع في جميع الولايات، مشيرا إلى وجود مناوشات مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم. وكشف الجيش السوداني عن مقتل نحو 100 من قوات الدعم السريع وإصابة آخرين في ضربات استهدفت مواقعها في جنوب الخرطوم وجبل أولياء، فضلا عن تدمير نحو 60 عربة مسلحة. وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن تونس ستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمس من استقرارها على حد تعبيره. وخلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أشاد الرئيس التونسي بجهود القوات المسلحة في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن من وصفهم بالمخططين لسفك الدماء هم أنفسهم من يسعون إلى افتعال الأزمات بشتى السبل للتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وللتنكيل بالشعب، وذلك على حد وصفه. يجري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم زيارة إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرانسيس. وتعد الزيارة هي الأولى التي يقوم بها زيلينسكي إلى إيطاليا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير 2022. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بشكل منفصل مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وذلك قبل التوجه إلى الفاتيكان. قلل المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن القوات الأوكرانية تخسر مساحات كبيرة من مدينة بخموت الواقعة في دونتسك شرقي أوكرانيا. وقال المسؤول الأمريكي أن بخموت لم تسقط في أيدي قوات روسية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تدافع بشجاعة عن المدينة. كما أوضح أن بخموت التي تحول الكثير منها إلى أنقاض وكانت مركز قتال عنيف منذ شهور، لا تزال منطقة متنازعا عليها، وذلك على حد تعبيره. تبادلت قوات من أذربيجان وأرمينيا إطلاق النار بأسلحة من بينها قذائف هاون وطائرات مسيرة على حدودهما المشتركة، ما أسفر عن مقتل جندي من كل جانب قبل محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد. ووقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع عقده غدا الأحد في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان ورئيس أذربيجان إلهام عليف. ورياضيا، حقق فريق الأهلي فوزا غاليا وكبيرا على حساب مضيف فريق الترجي الرياضي التونسي بـ3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في الذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبهذا الفوز وضع الفريق الأهلي قدما في الدور النهائي من البطولة القارية، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأية نتيجة أو حتى الخسارة بفرق هدفين في مباراة العودة المقررة إقامتها بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبلة، لكي يضمن رسميا التأهل للنهائي.